سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ لا يخفى عليكم أن الخوف والذعر قد انتشر في كافة أرجاء العالم هذه الأيام بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد قامت حكومات الكثير من الدول بتطبيق حظر تجوال في شوارع البلاد، وقامت بإغلاق الكثير من المناطق التي من شأنها أن تكون مكاناً للتجمعات، وذلك للحد من انتشار الفيروس. ولا يمكننا أن ننكر أن هذا الأمر كان له أثر سيء في نفوس الشعوب وحتى على الأوضاع الاقتصادية، ولكن إذا أمعنا النظر سنعلم أن الحظر الذي يجري الآن في العديد من دول العالم له آثار إيجابية كبيرة، وهذا هو محور موضوعنا اليوم. منذ الأزل والإنسان يقوم بقطع الغابات والعبث فيها من أجل تحصيل المنفعة الشخصية، وهو ما يتسبب في تشريد الكثير من الحيوانات بسبب حرمانهم من مأواهم. ربما قد تناسينا أن هذه الحيوانات تمثل جزءاً مهماً جداً من طبيعتنا، وأنه من المفترض أن نتعايش معها وأن نحترم بيئتها بدلاً من أن ندفعها للهروب منا. ولكن اليوم ومع تلاشي كل تلك الأمور التي جعلت الحيوانات تهرب بعيداً من مستوطنات البشر وتزامناً مع بقاء الناس في بيوتهم، خرجت هذه الحيوانات الجميلة إلى بيئتنا دون خوف أو ذعر. ففي أريزونا بأمريكا ظهر هذا الخنزير وهو يركض في الشوارع دون خوف، وكذلك في الهند بإقليم البنغال ظهرت هذه النعامات في الشوارع على مرأى من الجميع، مع أن النعامات تعتبر من أكثر الحيوانات خجلاً، وخجلها هذا هو ما يجعلها تفضل البقاء بعيداً عن البشر. ولكن بعد اختفاء البشر من الشوارع بسبب الحظر خرجت النعامات بهذا الشكل. وفي مومباي بمقاطعة مهاراشترا شهدت هذه القردة وهي تسبح في هذا المسبح وتقفز فيه بهذا الشكل، كما لو أنها كانت ترتاد هذه الساحة في هذا المسبح منذ سنوات، وحينما سنحت لها الفرصة لم تتردد لوهلة. جميع الأطفال يحبون اللعب في الحدائق والمتنزهات في العطلة الصيفية، ولكن في إحدى الحدائق بالمملكة المتحدة وحينما اختفى الأطفال من هناك ظهرت هذه الخراف وهي تلعب في هذا المتنزه وتلهو مع بعضها البعض. ولكن حينما سيعود الأطفال مرة أخرى عقب انتهاء حظر التجوال ربما لن يتكرر هذا المشهد مرة أخرى. في إحدى مناطق دولة تشيلي ظهر هذا النمر وهو يتجول في الشوارع، وربما سيكون هذا النمر رادعاً لأولئك الذين لا يريدون البقاء في المنزل ويذهبون للخارج بدلاً من ذلك. هذا المشهد الذي تظهر فيه هذه القردة وهي تجري وقع في شوارع تايلاند، ولكنها لم تكن تركض بهذا الشكل لأنها سعيدة، بل لأنها كانت قلقة ومضطربة على مستقبلها، حيث أن الناس كانوا يطعمون هذه القردة كلما مروا بجانبها، ولكن الآن ومع بقاء الناس في بيوتهم من سيفعل؟ ربما لم نكن نهتم بهذه الحيوانات أو نسينا أنها أرواح مثلنا أيضا. بسبب الحظر لا تكاد هذه الحيوانات مثل القطط والكلاب تجد شيئا لتأكله، ولكن حتى في ظل هذه الظروف الصعبة يظهر البعض مثل هذا الرجل الذي يطعمهم، وهذا مثال حي على الإنسانية. يعد الطاووس الطائرة القومية في الهند، ونادرا ما يظهر في الأماكن العامة، ولكن بسبب ما ظهر هذا الطائر الجميل في شوارع مقاطعة مومباي وهو يفرد ريشه الخلاب. ربما سنتعلم بعد هذا الحظر أن للحيوانات حق في هذا الكوكب بقدر ما لنا تماما، ولذا يجب علينا أن نعتني بها وأن نحرص على سلامتها. هناك بعض الحيوانات لا تكاد ترى حتى في حدائق الحيوانات، وذلك بسبب ندرتها وقلة عددها، ولكن ظهر بعض من هذه الحيوانات في الشوارع هذه الأيام. وفي الإكوادور التقطت هذه الصورة لمجموعة من ذئاب البحر وهي تعبر الشارع، وقد رجح بعضهم أن السبب وراء ذلك هو أن البقاء في المياه بعد تلوثها أصبح أمرا صعبا بالنسبة لهذه الحيوانات، ولذلك تركت المياه وتوجهت إلى اليابسة. وربما يعد هذا من ضمن الجوانب الإيجابية للحظر، أن الحيوانات هذه خرجت هناك دون خوف أو قلق من البشر،
ومن هنا يمكنك أن تتعرف على مصداقية مقولة أنه لا يوجد خطر على الطبيعة أكبر من الإنسان نفسه. وهناك الكثير من هذه الفيديوهات التي تظهر فيها حيوانات جميلة ربما لم نكن لنحظى بفرصة أفضل لرؤيتها، ومن رؤية هذه المشاهد ربما يمكنك القول إن الطبيعة ساعدت نفسها وأعطت نفسها عطلة من البشر. ظهر هذا الحيوان في الشوارع والطرقات في نويد بمقاطعة دلهي بالهند لأنه لم يعد يشعر بالخطر بسبب البشر، وأصبح الناس يشاهدونه من منازلهم كما لو أنه كان في حديقة حيوان. ولم يقتصر الأمر على الهند فقط، ولكن حدثت هكذا أمور في دول أخرى، كما ترى الآن هذه الغزلان التي ترقد في الشارع بهدوء وسلام. وفي منطقة أخرى ظهرت هذه الأسود وهي تتجول على الطريق. ومن هنا أحب أن أوجه رسالة لمن يريدون مغادرة المنزل أنه حتى إن نجوت من الإصابة بالفيروس فأنا أؤكد لك أنك لن تنجو من هذه الأسود. بمشاهدتك لهذا الفيديو ستعرف ما الذي قد يحدث لك إذا ما غادرت المنزل. فقد كان هذا الرجل يمر من هذا الطريق وهو يركب دراجة، فرأته هذه الفيلة وبدأت بالركض نحوه، فنزل هذا الرجل من على دراجته وبدأ يقدم التحية لهذه الفيلة لتتركه وشأنه. لا بد أن هذا الفيل يساعد رجال الشرطة في إبقاء الناس داخل بيوتهم، وإلا سيتسبب لهم في مشاكل كثيرة. يمكنك أن تتعرف على قوة الفيل من خلال هذا الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقلب هذه العربة بكل سهولة. وفي باريس تم تسجيل هذا الفيديو لمجموعة من الخنازير وهي تقوم بالتجول في الشوارع هناك، وكانت قد جاءت من الغابة وهي تتجول الآن في الشوارع كما لو أن المدينة كانت لها. وكذلك من ضمن النقاط الإيجابية انخفاض نسبة التلوث إلى حد لم نكن نتصوره في يوم من الأيام، والآن تبدو السماء في لونها الأزرق الجميل بسبب الهواء النقي، بالإضافة إلى نظافة المياه، وكل هذا حدث عقب إغلاق الكثير من المصانع. وفي فينيسيا أصبحت العديد من قنوات المياه نظيفة ويسبح البجع هناك في سلام. حينما لم تجد الطبيعة الاهتمام منا تجاهها قررت تحمل المسؤولية وأن تعتني هي بنفسها. وقد تحسنت أحوال الهواء في الصين كثيرا حيث لم يعد ملوثا، وشهدت العديد من الحيوانات الظريفة تتجول في الطرقات بمختلف بلدان العالم، وانخفضت نسب الاحتباس الحراري وبدأت أحوال طبقة الأوزون بالتحسن، وهي الطبقة التي تحمينا من أشعة الشمس الضارة. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية أخذت أحوالنا تسوء يوما بعد يوم، حيث أصبحت ضعيفة بسبب الدخان الخارج من المصانع والذي يحمل العديد من الغازات الضارة. والآن بسبب إغلاق معظم المصانع أخذت طبقة الأوزون تتنفس، إذ أن الضرر الذي كان يصلها من هذه المصانع انخفض وتقلص لأبعد الحدود. وعقب صفاء الجو ونقائه بدأت النجوم تظهر وهي تلمع في السماء مرة أخرى، وقد انخفض التلوث المائي كثيرا لدرجة أن مياه نهر الكينغ بالهند بدت صافية بشكل لم تبدو عليه منذ 15 سنة مضت. وقد صفى الجو كثيرا لدرجة أن جبال الهيمالايا أصبحت مرئية بوضوح لسكان منطقة جالاندر بإقليم البنجاب في الهند، وهي التي تبعد عن سفوحها مسافة 140 كيلومترا. خلال هذا الحظر استطاعت الطبيعة معالجة نفسها من كل الأضرار التي ألحقها البشر بها خلال السنوات الماضية، سواء كان هذا الضرر في الماء أو الهواء أو حتى الاحتباس الحراري. ولكن المؤسف أن كل هذه الأمور ستتدمر مرة أخرى مع انتهاء حظر التجوال. يجب علينا مراجعة أنفسنا بشأن الضرر الذي ألحقناه بالطبيعة حتى نتمكن من المحافظة عليها والاهتمام بها بعد انتهاء هذا الحظر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.